طبعا بندعمه على الكفايه ان احنا عايشين في امان، والخطوات اللي هو عاملها الكباري والطرق والمدن 10 على 10، وقضى على العشوائيات، قضى على العشوائيات كلها يعني، وعمل مدينه كذا مدينه كبيره. ف يعني حقيقي ما شفناش حاجه بعد كده خالص، يعني كفايه ان احنا عايشين في امان، شايفين الدنيا بخير لا مؤاخذه، يعني ماشيين عيالنا ماشيه بحريه وكلنا ماشيين بحريه كامله. ف يعني بصراحه احنا مش عارفين نكافئه ازاي على اللي هو بيعمله في البلد. يعني كفايه المبادره اللي عملها بتاع 1,000,000 صحة للناس يعني يشكر فيها، ان ما شفناهاش قبل كده. والمبادره بتاع فيروس سي اللي يعني اللي كانت مبهدله البلد 1,000,000 صحة، فالحمد لله يعني بنشكره على المجهودات اللي هو عاملها العظيمه. ربنا يسامحهم، الناس دي مخربه طبعا ما تنفعش بالبلد، احنا عايشين في امان، ربنا ينتقم منهم، ربنا ينتقم من كل ظالم. احنا عايزين استقرار في البلد، عايزين نعيش. كفايه عيالنا بتمشي بالشارع لا مؤاخذه بتبقى في امان، في امان. في الخطف كان الاول بيخطفوا ومبهدلين الدنيا ايام الثوره، كانوا مبهدليننا اخر بهدله. فحريه، احنا كده في حريه كامله، يعني يشكر على المبادرات اللي بيعملها. وبعدين عامل مدن بره، بينقل المساحات بره عشان احنا في تكدس هنا في القاهره، احنا هنا في تكدس جامد. وفك الكباري دي ازمه المرور عندنا، يعني كباري دلوقتي بتوصل مشوار كنت بتاخده بساعتين بتاخده بساعه واقل من ساعه. يعني ايه المجهودات؟ محدش عملها من جميع الرؤساء اللي فاتوا، يعني كتر خيره بصراحه، راجل مجهوداته عاليه.